أيوة يوسف، أنت فين؟ لسه مش عارف بالظبط. أنت مش كنت مع أيمن وأنكل طاهر؟ إيه اللي حصل؟ في ناس تهجمت عليا وخدوني معاهم، الظاهر كانوا مراقبين المكان. قولي لي، الرقم اللي بكلمك منه ده ظاهر عندك؟ آه موجود. طيب كويس أوي، أنا عايزك تكلمي حسام. حسام مين؟ حسام الظابط طليق. عايزك تديله الرقم ده. أنا هسيب التليفون مفتوح عشان يحدد المكان اللي أنا فيه، عايزه يجي على هنا بسرعة. وانت هتستناه عندك؟ لا انا هتحرك دلوقتي، بس هو لازم يجي بسرعه جدا. ها قولي له لو اتاخر ممكن يجي ما يلاقيش حاجه زي ما حصل مع الدكتوره سعاد. ارجوك يا هاله، رفيق ده هو اهم خيط ممكن يوصلنا لكل حاجه. حاضر حاضر. هو انت هتروح فين؟ هبقى اطمنك. مع السلامه. أيوة حسام. نشوف حد بروفيشنال يخلصنا بدل ما نخلص منها احنا. بروفيشنال ازاي يعني؟ نروح نجيب حنوتي مثلا؟ نجيب واد مثلا خطر لبش كده يكون ده شغله؟ ده انت بتتفرج على افلام عربي كتير قوي بقى، ولما اللي انت بتتكلم عليه ده بقى سواء الدكتور بقى رئيس جمهوريه او ما بقاش يحط رقبتنا تحت رجليه ويبتزنا طول العمر. ما هو كمان اننا نبلغ بوليس مش اوبشن، واننا نخلص منها بنفسنا مش اوبشن، انت شايف ايه الحل؟ معرفش بقى، نروح نرميها في اي حته في 60 داهيه ولا من شاف ولا من دري. ولما حد يلاقي الجثه؟ عادي بقى، اللي يثبت يثبت انها كانت في شنطه، وريني هيثبت ازاي انها كانت في شنطه العربيه. ولا ايه يا دكتور؟ ما تحضرنا الله لا يسيئك. ايه يا دكتور مالك يا دكتور؟ دكتور كويس؟ دكتور نوديك المستشفى. دكتور على مهلك. دكتور اتنفس نفس. طب يا دكتور فك الكرافات فك. اتنفس يا دكتور. هو رفيق طالب كام؟ هو باشا بصراحة طالب رقم كبير، بس احنا ممكن نتفاوض معاه. مش هتفرق، كلمه وحدد معاه ميعاد وخليه يجي يقابلني. لما نشوف. امر يا باشا. مين معايا؟ ايه ده؟ ده مش صوت رفيق. بس ده صوت منتصر مش كده؟ يوسف؟ ازيك يا يوسف؟ للاسف رفيق مش هيعرف يرد عليك دلوقتي. يا اخي كل ماده بتثبتوا لي ان انتوا عاملينها فيا مع بعض. ده بأماره لما احنا عملنا لك كل اللي انت عايزه وفي الاخر سبتنا وهربت؟ بقى انا ترفع عليا سلاح يا يوسف وتاخد مني العربيه؟ الشاطر اللي يعرف يحمي نفسه يا منتصر. تحمي نفسك من مين يا ابني انت؟ واحنا لو عاوزين نسيك كنا سيبناك وانت تحت ايدينا. المهم انت صحيح لقيت المكان اللي كنت مخبي فيه دليل البراءه؟ ايوه لقيته. ما رجعتلناش ليه؟ طبعا عشان رفيق ضحك عليك وخده منك. الدليل معايا. طب ايه هو الدليل يا يوسف؟ سكت. يبقى مش معاك. بقول لك ايه؟ دلوقتي رفيق انتوا مش هتعرفوا تتفقوا معاه.
اما انا بقى فاسيب لي يومين كده وهكلمك. رفيق فين يا يوسف؟ قلت يومين وهكلمك. سلام. انت مين؟ ما تخافش يا دكتور، انا واحد ما تعرفوش، كنت جاي هنا الحملة عشان ادور على اي سكة اعرف اوصلك بيها، عنوان رقم تليفون اي حاجة. كنتش فاكر اني هلاقيك هنا مستنيني ولوحدك كمان. انا شفتك قبل كده، قصدي شفت صورتك. الظابط وريهاني وسألني اذا كنت اعرفك ولا لا. تقصد سألك اذا كنت انا يوسف رمزي ولا لا، مش كده؟ ايوه. أكيد أنت كمان بتسأل نفسك نفس السؤال، بس الحقيقة ده سؤال صعب أوي يا دكتور، إجابته مش عندي. شوف، أنا هحكي لك حكاية وأرجو إنك تصدق كل كلمة بقولها، رغم إن أنا نفسي مش مصدق، بس برضه هحكي لك لأن أنا ممكن أفيدك وأنت ممكن تفيدني. الحكاية ابتدت بحادثة عربية. ده واخد حقنة تنايم فيه الأسبوع بحاله يا ريس. اتصرف يا رؤوف، عايز صاحي قدامي في نص ساعة. ما تستناهوش فوق، هاتولي مدروخ. حاضر سيادتك. وخلي حد يكشف لنا على الجثث اللي لقيناها النهاردة. بيحصل يا فندم. وخلي ثلاثة أربعة من الرجالة بتوعنا يدوروا في سجلات الشرطة على ظابط سابق يكون استقال أو أقيل، يكون هو نفسه رفيق اللي أنا جاي. فاهم حاجة؟ رفيق. بحاول سيادتك. أول ما يفوت يكلمني. اتكل. هيحصل يا فندم، أنا لازم سيبتك. ولما لقيتهم هيورطوك بدأت أدور على أي طريقة أعرف أوصلك بيها. افتكرت إن عنوان الحملة كان موجود على الكارت اللي اديتهولي نوع الله يرحمه. واديني قدامك أهو. بصراحة أنا مش فاهم ولا حاجة باللي أنت قلته ده. مش فاهم أي حاجة. طيب أنا هفكر معاك بصوت عالي يا دكتور. هما حل من الاتنين. يا إما أنا أكون يوسف رمزي بجد ولما عملت الحادثة وغبت عن الوعي أسبوعين اتسرب خبر إن أنا فقدت الذاكرة. تعمل عليا مؤامرة وتسرق مني اسمي وشركتي وبيتي وتاريخي، وانت اتخذت معايا في الرجلين بما اننا كنا هنعمل صفقة كبيرة. اما الاحتمال التاني بقى ان انا ما كنتش يوسف رمزي. في الحالة دي هكون جزء من مؤامرة بتتعمل عليك. يعني في الحالتين انت مستهدف. في حد عايز يخلص منك ومني بصرف النظر هو بيعمل كده ليه. والمطلوب مني دلوقتي ان انا أثق فيك وأصدقك وأتعامل معاك. بأمارة إيه؟ بأمارة إنك ما عندكش حاجة تخسرها. وما عندكش حل تاني. الحكاية بدأت معاك يا دكتور بتسجيل فيديو. وصلت دلوقتي لجريمة ودم وجثة. وأنا من الآخر ما عنديش أي مانع أخلصك من الجثة اللي عندك دي. دكتور رأفت أنت احتمال تكون رئيس دولة ومش أي دولة، دي دولة كبيرة. والسياسي الشاطر بقى ممكن يعقد صفقة مع الشيطان نفسه. لو الصفقة دي فيها تبادل مصلحة. وأنا في الحقيقة مش هخلصك من الجثة اللي عندك دي لوجه الله. وإيه المقابل اللي أنت عايزه مني؟ فلوس؟ لا. مقابل إنك تساعدني. أنا بعد ما فقت من الكومة أول حاجة عملتها إني اتصلت برقم تليفون عندك هنا في الحمام. وبعد كده بدأ يظهر لي ناس عايزين يخلصوا مني في كل حتة زي الأشباح. في حد عندك هنا في الحملة بيبلغه. في واحد موجود هنا جزء من المؤامرة اللي بكلمك عنها. لو في مؤامرة بالحجم ده تبقى التليفونات مترقبة. جايز. بس برضه هما مش هيسيبوا كل حاجة للصدفة. أنا متأكد إنهم ليهم عين هنا. جايز كلامك صح. إديني مفتاح عربيتك، وأنا ساعتين زمن بالكتير وأخلصك من المصيبة اللي عندك. بعد كده هسيب لك العربية عند البيت وهدي المفتاح للبواب.
وانت من ناحيتك بقى يا دكتور انا واثق انك مش هتبخل باي مجهود عشان توصل للجاسوس اللي عندك، وده مش لمصلحتي بس، ده لمصلحتك انت كمان. ارجوك يا دكتور، ده اخر امل ليا عشان اوصل للحقيقه، ارجع لحياتي، اعرف اذا كنت انا يوسف رمزي بجد ولا يوسف رمزي ده مجرد اسم مؤقت لواحد معرفوش. ثق فيا يا امين زي ما انا كمان هثق فيك. Thank you.